مساء الخير، عاملين ايه؟ زهقتوا ولا لسه؟ لا مش سامع. ولا لسه؟ طب في حد هنا نفسه يخش تربية نوعية؟ مفيش خالص؟ ادي واحد اتنين ها تلاتة، مين يزود؟ اربعة خمسة. طيب خلوني مبدئيا كل الناس اللي بتطلع بتعرفكم بنفسها الاول، انا هعرفكم بنفسي في الاخر خالص. هحكي لكم في الاول قصة صغيرة جدا. وانا صغيرة كل الناس ليلة الفاينل بتعمل ايه؟ بتذاكر صح؟ انا كنت بقعد اسمع اغاني. طب وبعدين يا بنتي مستقبلك، المذاكرة، الكلية، هتعملي ايه في ثانوية عامة؟ مفيش فايدة، انا هدفي كله ان انا اسمع الاغاني واحفظ الاغاني. طيب وبعدين لحد ما وصلت اولى اعدادي سمعت عن كلية اسمها كلية تربية نوعية، فضلت هي دي هدفي لحد ما وصلت لثانوية عامة. أنا هجيب 99%، هجيب 80%، هجيب 70%، هدخل تربية نوعية، مفيش كلام من ده. هتطلعي منها إيه؟ اتقابلت بقى بتناقضات كتير، اتقابلت وبعدين يعني تريقة، هتوصلي لإيه؟ هنعرف في الآخر. مبدئياً خلوني أديكم نظرة عامة عن كلية تربية نوعية. كلية التربية النوعية دلوقتي ليها مكانين، مكان في مصطفى كامل ومكان مش في أبيس، هو عند كوبري الناموس على طريق المحمودية. يعني لو أنت جاي من شارع أبو قير هتنزل الإبراهيمية وتركب كوبري الناموس، هتنزل على أول شارع الكلية على طول. مين هنا ومين هنا؟ قسم فنون هو مازال في مصطفى كامل عشان خاطر الورش والحاجات بتاعته اللي هناك، صعب ان هي تتنقل دلوقتي. اما قسم موسيقى وقسم تكنولوجيا تعليم وقسم اقتصاد منزلي اتنقلوا في كوبري الناموس. اذا احنا عرفنا ان الكليه اربع اقسام. طيب مبدئيا تنسيق الكليه، طبعا كل الكليات السنه اللي فاتت تنسيقها نزل، طب بقت حاجة و90 في الأول خالص، وهندسة بقت في الثمانينات. إحنا زي ما إحنا، لأن إحنا ما بنقولش لحد لأ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اقتصاد وتكنولوجيا كانوا واخدين من 78% علمي، 82% أدبي، فنون وموسيقى زي ما أنتوا شايفين مجامعهم قليلة، علشان إحنا بنعتمد على اختبارات القدرات. اختبارات القدرات مفتوحة دلوقتي، تقدر إن أنت تقدم من على السايت، هيجي لك ميعاد الامتحان بتاعك وتروح تمتحن. طيب مبدئيا ما تسمعش ابدا لاي حد يقول لك انا بديك كورس يأهلك للامتحان او كل الكلام ده. اي حاجه خارج نطاق الكليه ملهاش اي لازمه. ما تسمعش لاي حد يقول لك سواء فنون او موسيقى تعالى اديك كورس تأهيل للامتحان. اي حاجه خارج حدود الكليه ملهاش اي لازمه. اختبارات القدرات بتكون بسيطه وسهله جدا، كل اللي احنا عايزينه بس ان احنا نعرف انت مؤهل لده ولا لا. يعني ايه؟ يعني في قسم موسيقى بيطلب منك تنقير بسيط، ان انت تغني اغنيه بسيطه مش هدفها ابدا نعرف انت صوتك حلو او لا. لا، احنا عايزين نعرف بعدين لما تتخرج هتقدر ان انت تدرس للاطفال تغني معاهم ولا مش هتقدر. قسم فنون نفس الكلام، بنطلب منك رسومات بسيطه جدا. لو انت عندك التاهيل او انت نفسك في ده اوريدي هتنجح فيه من غير اي كورسات. طيب الكشف الطبي عندنا مختلف شويه عن باقي الكليات علشان ده الاساس بتاعك. يعني في موسيقى مثلا في الكشف الطبي بنعمل لك اختبار للمفاصل، لاعصاب الايد، للودان، النظر، علشان لو عندك مشكله مثلا في اعصاب ايدك هتمسك آلتك ازاي، لو عندك مشكله في ودنك هتميز الاصوات او النوت ازاي. نفس الكلام في فنون هتشيل حاجتك ازاي. فده الكشف الطبي عندنا بيكون سهل وبسيط جدا، ويعني نادرا نادرا لما حد ما بيعديش منه. المصاريف عندنا عاديه جدا، ما عندناش اي اقسام خاصه، ما عندناش اي اقسام بفلوس عاليه، يعني بتكون في رينج ال 2000 2500 بالكتير قوي. اساسيات تربيه نوعيه، اول ما هقول لك اساسيات تربيه نوعيه هتفتكر ان انت هتكون كده. يا سلام على الحب لما يدق، طبعا ده مش حقيقي، بابك فجاه وانت حزين محتاج لو بس حد يحسك. طيب وانت في وحده تلاقي نفسك ازاي؟ دي الحقيقة المرة اللي انتم مش عارفين هتحكوا بيها بعدين. ايه بقى هي الاساسيات؟ اول حاجة عندنا اساسيات في الكلية اللي هي دراسة المواد التربوي. المواد التربوي دي بتطبق على الاربع اقسام. عندنا مسرح في الكلية كبير قوي بيتجمع فيه مع بعض الاربع اقسام في المحاضرات دي. زي ايه؟
زي علم النفس التعليمي، علم نفس النمو، طرق تدريس، علم جمال، مدخل علوم تربوية. دي أمثلة مش كل المواد اللي انت هتعدي عليها طول الأربع سنين. يعني أياً كان تخصصك في الكلية من الأربع أقسام هيكون معاك مواد تربوي، واسمح لي أقولك إن دي اللي بتميز كلية تربية نوعية عن أي كلية تانية بتضطر إن هي تخلص وتروح تاخد دبلومة التربوي علشان تشتغل في التدريس. تربية نوعية بتوفر لك ده طول فترة الدراسة إن أنت بتطلع منها معاك الدبلومة التربوي. طيب، تاني حاجة، هتكبر شوية وتوصل لسنة تالتة هيبقى عندك حاجة اسمها تربية عملي. هنبدأ ننزلك لسوق العمل، هنبدأ إن إحنا ننزلك مدرسة تتعامل مع الطلبة، تشوف إنت ممكن يعني هتعمل إيه، هتجس كده مستقبلك هيكون عامل إزاي. بعد كده التدريب الصيفي، خلصنا سنة تالتة هننزل حاجة في الصيف اسمها التدريب الصيفي، وده بيكون عبارة عن إن إنت بتنزل في الصيف في متحف من المتاحف، وبيكون معاك طبعاً إشراف من هيئة التدريس. بتعلم الأطفال في الصيف سواء كان الموسيقى أو الرسم أو أي حاجة من باقي التخصصات. آخر حاجة هي محو الأمية. للأسف محو الأمية اتطبقت عندنا في الكلية، وبقى شرط تخرج إن إنت لازم تمحي أمية أربع أشخاص. السنة دي بس أخدوا إعفاء من محو الأمية لأن طبعاً حصلت ظروف فاتعفوا من المتطلب ده. طيب، خلوني أتكلم على أول قسم وهو قسم فنون. نظام الدراسة عندنا السنة دي أول دفعة هتتخرج من نظام الجي بي اي. الدراسة عندنا أربع سنين بس. المواد عندنا مبدئياً، خليني أعرفك حاجة، إن تربية نوعية فنون ما فيهاش تخصص. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت هتعدي على كل المواد اللي أنت ممكن تعدي عليها في كلية فنون جميلة ولكن من غير تخصص. يعني فنون جميلة هتدخل تتخصص عمارة، تتخصص نحت، تتخصص تصوير، أياً كان اللي هتتخصصه عندنا ما فيش الكلام ده. عندنا الدراسة عامة، يعني هتعدي على النحت والديكور والتصميم، رسم كاريكاتير، أشغال يدوية، نحت أخشاب، الرسم بعجينة السيراميك. كل المواد اللي انت ممكن تدرسها في فنون جميلة هتدرسها عندنا في تربية نوعية. بجانب ايه؟ بجانب ايه اللي احنا قلناه في الأول؟ المواد الأساسية اللي هي المواد التربوية، محدش مركز غيرها. بس طيب، الكلية عندنا هتأهلك لإيه؟ هتأهلك لأن أنت أول حاجة هتكون مدرس. يعني خليني أقولك أن أنت بلان إيه عندك؟ التدريس. أي حاجة تانية أنت عايز تكونها دي بتاعتك أنت، ما تستناش أبداً طول الأربع سنين تفضل إيدك على خدك وتقول أنا ليه ما بقتش مهندس ديكور؟ أنا ليه ما بقتش مصور أو حاجة مشهورة؟ أنت لو عايز ده هتوصل لده، ملكش دعوة بالكلية خالص. الكلية دورها إن هي تخليك مدرس. أنت بقى ليك طلب تاني أو ليك غية تانية، دي حاجة بتاعتك أنت. يبقى مجالات العمل عندي فنان تشكيلي أو مهندس ديكور أو مدرس. التخصص عندنا بيكون في مشروع التخرج بس. يعني على مدار الأربع سنين أنت بتدرس كل المواد اللي أنا قلت لك عليها، وفي سنة رابعة ليك حرية الاختيار تختار التخصص اللي انت عايزه في المادة اللي انت عايزها. ما بنجبرش اي حد على اي حاجة، دي حاجة بتاعتك انت. ورينا بقى انت طول الاربع سنين عصارة الاربع سنين بتاعتك ايه. دي نماذج لمشاريع تخرج عندنا في الكلية اهو. يعني تربية نوعية بتطلع فنانين عادي، مش اي حاجة يعني. طيب، تاني حاجة هنتكلم عن قسم اقتصاد منزلي. مواد الدراسة عندنا كتير شوية في قسم اقتصاد منزلي، بتنقسم لثلاث أجزاء. أول حاجة قسم التغذية، بيتدرس فيه التغذية بشكل عام. يعني مش هطلع منها خياطة أو طباخة بس، لا مفيش الكلام ده. أنت أول حاجة هتدرس التغذية اللي هي ممكن تدرس إزاي تغذي الفئات الحساسة. لو جالك حد عنده حساسية من الألبان تتعامل معه إزاي؟ لو جالك حد عنده حساسية من حاجة معينة تتعامل معه إزاي؟ يعني ممكن تطلع منها أخصائي تغذية، واي نوت لو أنت عايز تبقى كده أوكي. طيب، تاني حاجة بتدرس حفظ الأطعمة ومنتجات الألبان، إزاي تحفظ الأكل بشكل صح، إزاي تتعامل مع المنتجات كلها بشكل صح في العموم. تاني حاجة الملابس. حد هنا نفسه يكون فاشون ديزاينر أو ليه مثلا في اللبس والهدوم وغاوي كده؟ ها،
ادي واحده وادي الثانيه. طيب خليني اكلمك عن قسم الملابس، بتدرسي فيه التريكو والكروشيه والتطريز، صحه الملابس يعني ازاي تختاري الاقمشه الصح اللي ما تسببش حساسيه لحد او ما تكونش مضره بجسم الانسان، ادوات وماكينات الحياكه يعني ازاي تتعاملي مع الاوفر ومع الخياطه بشكل عام. ثالث حاجه اخر حاجه عندنا الاداره بشكل عام، بتدرسها في قسم اقتصاد منزلي. يعني ايه؟ يعني تدرس علاقات اسريه، ازاي اتعامل في الاسره بتاعتي او ازاي اتعامل بشكل صحيح، يعني ممكن برضو تطلع منها اخصائي او استشاري علاقات اسريه. طيب ايه تاني؟ اداره المؤسسات، تاسيس مسكن. يعني ايه؟ مش يعني انا ابني بيت، تاسيس مسكن يعني انا ممكن اطلع منها. عارفين الناس اللي بتعمل ديكور البيوت او تقول لك مثلا لا انا شايف ان الانسب تحط كده هنا او تحط كده هنا، ده هيكون انت. طيب تاني حاجه الكيمياء العضويه والحيويه والمايكروبيولوجي والفسيولوجي. لو انت ادبي هتواجه مأزق شويه في الحاجات دي، بس ما تقلقش خالص، هي بتبقى قشور وكله بيعدي. يعني ما تقلقش من ان انت لا انا مش هدخل القسم ده عشان خاطر فيه مايكروبيولوجي وانا ادبي او فيه فسيولوجي وانا ادبي. الموضوع عادي جدا وبتكون قشور جدا في اول سنين الدراسه. بعد كده التخصص عندنا برضو بيكون في مشروع التخرج بس، ولكن بالتناوب. يعني ايه؟ يعني اول ترم لو انت اخدت التغذيه بتاخد معاها الاداره اجباري على الترمين. لو انت اخدت التغذيه مشروع تخرج في الترم الاول، الترم الثاني هتاخد الملابس ومعاها برضو الاداره، وهكذا والعكس. في مشروع التخرج عندنا بيكون بالتناوب. طيب اتكلمنا عن مجالات العمل وقلنا ان انت ممكن تطلع مدرس اقتصاد منزلي، ممكن تطلع شيف، ممكن تطلع مصمم ازياء، ممكن تطلع اخصائي تغذيه زي ما قلنا. اللي انت عايزه اعمله. دي نماذج لمشاريع تخرج، ده فستان سواري اهو، طالبه هي اللي عاملاه، كانت في سنه رابعه. انتوا شايفين كلكم ولا حد مش شايف؟ ده برضو مشروع تخرج، ده مشروع تخرج. اعتقد المشاريع دي موجوده دلوقتي في الاونلاين كتير جدا، الناس بتعمل الترت والحاجات بتاعت الاعياد الميلاد وبيطلب فيها مبالغ. الكليه هتاهلك ان انت تكون حد من الناس دي. ودي كمان تورته معموله اهي. كل دي مشاريع تخرج عندنا في الكليه. طيب ثالث حاجه نتكلم عن قسم التكنولوجيا، عشان لو حد ما حلفوش الحظ ان هو يدخل اي كليه من كليات التكنولوجيا. الكلية عندنا بتدرس فيها كل مواد الكمبيوتر اللي ممكن تخطر على بالك. يعني إيه؟ يعني تدرس أساسيات الكمبيوتر، طريقة عمل برامج، هندسة كمبيوتر، تصميم برامج، فوتوشوب، تصميم ألعاب لو أنت ليك في أن أنت تصمم الجيمز والحاجات دي هتدرسها. مشروع التخرج في سنة رابعة بيكون باختيار الدكتور، يعني مش أنا اللي أختار مشروع تخرجي، هيكون موحد على الدفعة كلها. مجالات العمل ايه؟ قلنا ممكن اطلع اخصائي وسائل تعليميه، ودي بتكون مدرس في المدرسه. تاني حاجه مبرمج، تالت حاجه مصمم العاب. يعني زي ما قلت كليه تربيه نوعيه بتاهلك اول حاجه بلان ايه؟ ان انت تكون مدرس او شغال في التدريس. اي حاجه تانيه دي بتاعتك انت تقدر توصل لها. طيب رابعا قسم موسيقى، في حد هنا نفسه يدخل قسم موسيقى؟ ها؟ واحده بس؟ واحده بس؟ فيش حد تاني؟ طيب ها ده في ورا كتير اهو. طيب تمام، عاملين ايه؟ اسمعوا بقى عن قسم موسيقى. مبدئيا احنا القسم عندنا كبير شويه، اسمعوا لعل وعسى حد يغير رايه. اول حاجه احنا الكليه في قسم موسيقى بالذات الدراسه نظامها اختلف شويه لما تحولنا للجي بي اي. يعني ايه الكلام ده؟ مبدئيا انت عندك مواد عامه بغض النظر عن التخصص بتكون معاك طول الاربع سنين، وخليكوا فاكرين المواد التربويه اللي اتكلمنا عليها في الاول بتكون معاك في الاربع اقسام. طيب اول حاجه السولفيج الشرقي والسولفيج الغربي والهارموني، علم الصوت، قياده كورال مدرسي، عزف غناء واناشيد، ايقاع حركي، كل دي مواد هتعدي عليها خلال الاربع سنين. اوعى تفتكر انها لوحدها. اول حاجه في سنه اولى هيكون عندك التخصص غربي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في سنة أولى تختار أن أنت تتخصص في آلة غربية، سواء كانت الكمانجة أو الفلوت أو الغنى الغربي. طيب وبعدين هتاخد آلة التخصص واحدة بس من التلاتة بجانب المواد اللي بتكون عندك طول السنة.
سنة تانية كبرنا شوية هنتخصص بقى شرقي، هنفضل طول الأربع سنين غربي ولا إيه؟ نتخصص بقى شرقي. إيه هي؟ تختار عود أو قانون أو غنى شرقي، برضو بجانب المواد الأساسية اللي عندك. طيب سنة تالتة، سنة تالتة بقى هنقول لك خلاص أنت كده عديت على كل حاجة، اختار لنا بقى آلة من اللي أنت درستهم في السنتين تبقى هي التخصص بتاعك علشان تتأهل لمشروع التخرج اللي بيكون جماعي الدفعة كلها مع بعض. طيب لسه فاكرين ان القسم موسيقى فيه؟ اوعى تفكروا ان هو خلص، بس في حاجات اول حاجة الآلات الإجبارية، اوعى تكونوا مفكرين ان احنا قسم اللي ما عندوش ما جابش مجموع فدخل. الآلات الإجبارية عندنا إيه؟ أول حاجة عندك آلة البيانو، آلة البيانو معاك طول الأربع سنين، يعني أنت ذاكرت أو ما ذاكرتش أنت حر، أنت معاك البيانو غصب عنك هتقعد تذاكره ليلة الامتحان. تاني حاجة الآلات التربوية، إيه الآلات التربوية؟ دي الآلات اللي بتأهلك إن أنت تشتغل في المدرسة، يعني إيه؟ في سنة أولى هتختار الترم الأول إكسليفون أو ريكورد والترم التاني العكس، سنة تانية هتاخد أكورديون، تالتة مندولين، رابعة جيتار، يعني هتعدي على كل الآلات. بالصلاة على النبي كده أيا كانت الآلة اللي في دماغك هتخش تلاقيها. طيب نقاط القوة عندنا إيه؟ أول حاجة الأعداد القليلة، احنا مطلوبين جدا 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 في سوق العمل نظرا لقله عددنا. الكليه كلها على بعض هتخش تلاقيها 300 نفر كله عارف بعضه، تكنولوجيا على موسيقى على فنون، يمكن فنون بس دلوقتي اخدوا جنب عشان في مكان تاني، غير كده كلنا عارفين بعض. طيب تاني حاجه سوق العمل زي ما قلت احنا مطلوبين جدا جدا بسبب قله عددنا. تالت حاجه روح التعاون، احنا كلنا مزنوقين طول السنه، كلنا مش لاقيين وقت نهرش، يعني لو ما ساعدناش بعض الاصفر ملوش مكان بينا، كله هيساعد بعضه غصب عنه. تالت حاجه او رابع حاجه مؤخرا نظام عدد الساعات، كان عندنا ناس كتير جدا تدخل الكليه في سنه اولى اوب سقطت اوب مشيت، طب ليه؟ المواد كتير جدا 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 فما بيقدروش ان هم يكملوا. نظام عدد الساعات بقى خلانا عندنا الميزه دي ان انت ليك حريه الاختيار، انا عايز اخد الترم ده مادتين بس، انا عايز الترم ده اخد خمسه بس، انت حر. المهم عندنا ان انت مش هتتخرج غير لما تكون خلصت عدد الساعات المطلوب منك. عايز بقى تاخد بيانو واحد وبيانو اتنين مع بعض في سنه انت حر، عايز تاخد السولفيج لوحده في سنه انت حر، لكن خليك عارف ان الجي بي اي بتاعك لو قل هتضطر ان انت تاجل ترم. طيب اشهر الاسئله، اول حاجه ايه الفرق بين كليه فنون جميله وبين كليه تربيه نوعيه فنون؟ حد كان عايز يسال السؤال ده؟ حد كان عايز يسال السؤال ده؟ انا اديني وفرت عليكي. اول حاجه زي ما قلت لكم كليه تربيه نوعيه فنون بتوفر لك الدبلومه التربوي اللي مش هتاخدها من فنون جميله، يعني لو انت اتخرجت من فنون جميله هتضطر ان انت تاخد دبلومه تربوي ودي بتكون بفلوس كتير جدا علشان خاطر تشتغل في التدريس، فدي اول حاجه تربيه نوعيه بتوفرها لك. تاني حاجه ان هي بتوفر لك ان انت بتدرس المواد كلها بشكل عام، فانت مش متخصص في حاجه معينه، فالمجال قدامك مفتوح ان انت تختار الحاجه اللي انت عايز تتخصص فيها. تاني حاجه ايه الفرق بين معهد الموسيقى العربيه وبين كليه تربيه نوعيه موسيقى؟ مبدئيا طبعا لو انت من اسكندريه كليه تربيه نوعيه موسيقى في اسكندريه، معهد الموسيقى العربيه في القاهره. انا شخصيا كان نفسي ادخل المعهد بس ما تو يعني اهلي ما رضيوش من الاخر يعني. كليه تربيه نوعيه زي ما قلت هتوفر لك الدبلومه التربوي اللي مش هتاخدها من المعهد. خلينا متفقين ان المعهد هيطلعك ميوزيشن بروفيشنال، هيطلعك حد ما حصلش على الاله بتاعتك، هناك في الات كتير جدا اكتر مننا، ولكن زي ما قلت لك عندك عيبين يخلوك تقعد هنا وتاخد تربيه نوعيه. ايه هما؟ اول حاجه ان هي في القاهره هتتغرب وتبعد عن اهلك، تاني حاجه الدبلومه التربوي. طيب على فكره تربيه نوعيه بتخرج فنانين، اكيد كلنا عارفين مسار اجباري صح؟ حد مش عارفه؟ ردوا عليا انتوا نايمين، عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفين دكتور محمود صيام اللي بيعزف على الجيتار في مسار اجباري؟ ده كان دكتور عندنا في الكليه ومتخرج من كليه تربيه نوعيه. طيب وصلت لاخر حاجه، التفاؤل وقت الفشل ذكاء،
والثقة في النفس وقت اليأس قوة، والإصرار برغم المعوقات نجاح بحد ذاته. الصورة دي فيها أهم ثلاث عناوين في حياتي: التفاؤل والثقة والإصرار. خلوني أكمل لكم بقية القصة اللي حكيتها في الأول. أنا صممت أن أنا أدخل كلية تربية نوعية، حاربت الدنيا كلها ونفضت لأي حد كان بيقول لي هتوصلي لإيه أو هتعملي إيه. يمكن كنت محظوظة بدعم أهلي، ده اللي خلاني يعني تمسكت بنفسي شوية. حابة أقدم لكم نفسي، أنا اسمي هاجر خالد، معيدة منتدبة في كلية تربية نوعية قسم بيانو. شكرا. حالياً أنا في مرحلة الماجستير تخصص موسيقى عربية. أبداً ما تسمعش لحد يقول لك مش هتقدر تعمل ده. لو أنت عايز تعمل ده هتعمله، لو أنت عايز توصل لحاجة هتوصل لها. ما تسمعش لأي حد، صر على قرارك وصمم عليه. أنا صممت على قراري واخترته واخترت طريقي. أنا أختي زيكم على فكرة في ثانوية عامة وبتتفرج أونلاين، دايماً بقول لها ثانوية عامة مش نهاية الدنيا. وعايز أقول لها أن أنا فخورة بيها، أنا فخورة بيك يا ملك، أياً كان مجموعك وأياً كان مجموعكم كلكم، أنتوا تعبتوا واللي بيتعب أكيد بيلاقي. ثانوية عامة مش نهاية الدنيا أبداً أبداً أبداً، لسه الحياة هتبدأ قدامكم، لسه كل واحد في إيده أن هو يختار الطريق اللي هو عايز يمشي فيه. ثانوية عامة زي ما قلنا هي نهاية عنق الزجاجة، يعني مش نهاية الدنيا أبداً أياً كان المجموعة اللي هتلاقوه. طيب دي برامج المكتبة، لو أنت عايز تكون في يوم من الأيام مكان هنا سبيكر على المسرح تقدر أن أنت تقدم فيلم أو USPU. يعني برامج دي مهمة جدا، برامج تطوعية طبعا بتفيدك جدا في حياتك العملية بعدين. دي الكونتاكتس بتاعتي لو حد عايز يصورها، لو أي حد عايز يسألني على أي حاجة هكون مبسوطة جدا لو حد كلمني. هكون مبسوطة أكتر لو شفت حد فيكم عندي في السكشن بداية الدراسة وجاء قال لي أنا كنت موجود في المؤتمر. هتلاقوني موجودة في طقم تدريس البيانو، أنا بدرس بيانو في الكلية، اسمي هاجر خالد. شكرا، بالتوفيق، ربنا معاكم. شكرا.